الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. خصص الله سبحانه وتعالى اليمين بالشرف وبالكرامة وبالتقدمة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحب التيامن في أمره كله، كما جاءت الروايات الكثيرة المستفيضة. كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أكله، في شربه، في تنعله، في ترجله، في كل أحواله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يحب التيامن، كان يحب التيامن في المناولة، في غير ذلك من الأعمال. إذا كنا نحن نحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أكيد أننا سنحب ما يحب حبيبنا عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، اللفظ هنا مهم، يعني ما كان بس يهتم بالتيامن، كان يحب التيامن عليه الصلاة والسلام. الذي ينبغي أن نتنبه له أن نتابع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أمورنا المختلفة. نرى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما جاء الحلاق يحلق رأسه، جاب الموسر يريد يحلق رأسه، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احلق الشق الأيمن. علمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لحبه للتيامن. أذكر دائما للشباب، أذكر دائما للإخوان أن هذه السنة لو تعلمناها ولو علمناها للناس لكسبنا الأجر الكثير جدا. لو مثلا رحت أنا إلى الحلاق فعلمته، قلت له: يا فلان، ترى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الحلاقة الشق الأيمن قبل الشق الأيسر، فأنت أحسن لك تعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم رأس تحلق في اليوم؟ يقول مثلا 10 20، طبعا الحلاق الشغال ممكن يكون 40، لو قلنا المتوسط 20، يعني في السنة يمكن يكون 700 أو 7000 رأس يحلق الإنسان، فيكون أحيانا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أحب دائما أحلق كل حلاق أحلقها عند حلاق، ليش؟ حتى أعلم هذا سنة وأعلم هذا سنة وأعلم هذا سنة، فأكون قد نشرت سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يعرفها الناس. المناولة باليمين والاستلام باليمين سنة يومية، يعني كم مرة الواحد منا بيناول وكم مرة بيتناول؟ ملعقة، صحن، ورقة، قلم، كذا كذا، كم مرة بيتناول؟ مئات المرات. بعض الناس عندهم الأمر كبير أكثر، لو كان مثلا بياع، مثلا كاشير، بياع في سوبر ماركت، كم مرة بيناول فلوس وبيتناول فلوس، بيناول فاتورة وبيتناول كذا، مئات المرات. لو قلنا بحد أدنى 200 مرة بس الإنسان بيناول في اليوم، معناته أنه في السنة يمكن أكثر من 70,000 80,000 مرة بتتكرر معه، أو 100,000 مرة بتتكرر معه عملية المناولة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تعظيم للتيامن كان يوم جالس يشرب، وكان عن يمينه ابن عباس، ولد صغير عمره 6 سنوات 5 سنوات، ولد صغير جدا، وعن يساره أبو بكر وعمر الصحابة الكبار. فلما شرب صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن وسنته التيامن، فالتفت إلى ابن عباس قال له: أتأذن لي أن أعطيهم الكاس؟ قال له: يا رسول الله، ما أوثر بسؤرك أحد. فأعطاه صلى الله عليه وسلم، لأن اليمين مستحق. شوف هنا وقفة، سنة التيامن تغلب جميع الفضائل، يعني أبو بكر شيخ وعالم وكبير، لكن سنة التيامن أولى. يعني أنا أعلم ولدي، لو دخل فأعطاني أو جاء مع مثلا تبسي في ماء أو تمر، لابد يمشي بجهة اليمين، حتى لو كان الذي عن يساري أكبر أو أهم أو أعلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه جاء في الكتب السماوية أن من الديانات الماضية كلها كانوا يستخدمون اليمين في الأكل ويستخدمون اليمين ويحبون التيامن. وهنا لطيفة يمكن إنسان أن يستشعرها: ظننا في الله سبحانه وتعالى الكريم، أنا جالس طول حياتي أخذ باليمين، أستلم باليمين، أمشط شعري باليد اليمين، جهة اليمين قبل جهة اليسار، دائما أدخل إلى منزل باليمين، إلى المسجد باليمين، أهتم باليمين، حتى الفوز يوم القيامة، الفائزين من المؤمنين يوم القيامة يستلمون كتبهم بماذا؟ يستلمون كتبهم بأيمانهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف أولئك: فأما من أوتي كتابه بيمينه. التيامن إذا تكلمنا عن الإتيكيت، لأنه بعض الناس يستخدم الإتيكيت فيقول مثلا اليسار أو كذا، التيامن سنة نبينا وسنة جميع الأنبياء.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل لا تأكل بشمالك فإن الشيطان يأكل بشمالك. فالشيطان دائما يحب استخدام الشمال، والنبي محمد يحب يستخدم اليمين. شوف أنت تحب مين فيهم أكثر، وحتقتدي بمن أكثر، وتميل إلى سنة من أكثر. فلا يعني اهتمامنا بالجزئيات في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أننا نغيب عن الحضارة أو عن القيم أو عن التكنولوجيا. بالعكس، إذا استمسكنا بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زادنا الله قوة وشرفا، زادنا الله سبحانه وتعالى محبة. إذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأنا أستشعر أنه لو ناولت واحد حاجة بيدي اليمين أن الآن ربي سبحانه وتعالى يحبني زيادة، أن ربي سبحانه وتعالى الآن يسقيني كأسا من محبته سبحانه وتعالى في علاه. وأنا حسيت هذا الشعور سأعطي هذه السنة قيمة كبيرة في حياتي، وسأحول حياتي كلها مرتبطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.